السلام عليكم، رجعنا لكم من جديد. طبعا بإذن الله الحين نبي ناخذ اللي هو تعديل على مثلا تلوين الستايل أو ما يسمى إعدادات السي اس اس الإضافية. يعني مثلا تلوين الناف بار، مثلا التوزيع الأول الثاني، مثلا تلوين التدرجات هذه اللي في الأزرق. طبعا هو بإذن الله أنها تسهل وراح تطبقها يعني من أول مرة، لكن انا اقول لك انه سهل، لكن ما اقول لك انك راح تتقنه يعني، وتقدر انك تجيب تناسق الالوان من اول تجربة او ثاني تجربة او حتى ثالث تجربة. يعني مع الوقت ومع كثرة تصميم ستايلات باذن الله راح تصير عندك الخبرة. انا في هذا الدرس او في تصميمي او الان لما اوريكم الطريقة ما راح اركز كثير على تناسق الالوان، لاني بس ابي اوصل لك المعلومة يعني تفهم مثلا هذه الشغلات او وين مكانها في التحديد في الستايل عشان تتحكم في لونها وتقدر. بإذن الله إن الدرس يكون ممتع. أنا ما بيخليه جزئين، لكن بحاول أخليه جزء واحد وراح تستمتعون فيه بإذن الله. طيب، أول شيء مثل ما قلت ندخل على لوحة التحكم اللي هي للمنتدى، بعد ذلك أول شيء نختار الستايل أو ستايل الدورة، بعد ذلك خيار جميع الستايلات. طيب، القوالب الشائعة هذه خلصنا منها مثل ما قلت لكم، ومسارات الصور خلصنا منها. خلفية المنتدى اللي هي قلتها لكم هي خلفية الصفحة. نروح المنتدى، خلفية المنتدى اللي هي هذه، اللي هي اللون هذا اللي ورا الأقسام، هذه أخذناها في الدرس السابق. طيب، ونفس ذلك خلفية الصفحة، هذه راح نخليها فاضية. طيب، حدود الجدول، راح ناخذ بإذن الله حدود الجدول. لما يتكلم عن حدود الجدول أول شيء نروح إلى صفحة المنتدى. طيب، حدود الجدول هي هذه الحدود الصغيرة هذه. طيب، أبي ألونها لكم في اللون الأحمر، حلو، عشان تعرفونها. طيب، شوي. طيب، لازم يكون قبل اللون لون المربع هذا. طيب، نضغط حفظ، حلو، نروح إلى المنتدى. لاحظ معي الحدود اللي هي هذه الصغيرة. طيب، نضغط تحديث الصفحة، لاحظ معي هذا هو حدود الجدول اللي هو باللون الأحمر الآن. طيب، حنا نروح نختار له مثلا أي لون مثلا يكون مناسب له تقريبا يعني. يعني لون يكون مناسب للصفحة. طيب، مثلا نختار، انت حاول انك تختار يعني من الالوان المضافة في الستايل يعني لون يكون مناسق ومناسب للستايل. طيب، نروح الى حدود الصفحة، نغير، نضغط حفظ، حلو. طيب، انا ما راح اتكلم يعني عن التناسق لان هذا يعني مع هذا الدرس يعني ما هو تصميم. حلو، مثلا اخترنا اللون هذا يعني فيه تناسق. الآن خلصنا من حدود الجدول، حلو. طيب، في الباقي اللي هو الأقسام الرئيسية. الأقسام الرئيسية هي مثل ما تكلمت وقلتكم إنها اللي هي التدرجات هذه. راح نحاول بإذن الله إن حنا نغيرها. أول شيء حنا في الدرس السابق أخذنا اللي هو تغيير مسار أو تغيير اسم المجلد. طيب، نروح الآن إلى نسخة الفي بي ونسخة المجلد. طيب، الفي بي. طيب، ندخل على المجلد حقنا، بعد ذلك ندخل إلى مجلد التدرجات اللي هو المجلد هذا. راح نلاحظ اسم الصورة. طيب، طيب هذه هي الصورة اللي هي الأقسام الرئيسية. نروح نفتحها في الفوتوشوب. طيب، نسحبها إلى الفوتوشوب. الآن عندك أكثر من طريقة انك تغير لون هذه عشان يكون في تناسق في لون الستايل. اول طريقة هي انك تروح الى اعدادات الصور، بعد ذلك صبغة اشباع او نفس الاختصار اللي هو كنترول وحرف العاب باللغة العربية. طيب، تقدر انك تغير من كذا مثلا وتختار مثلا لون يكون متناسق معك. هذه الطريقة الاولى، حلو. الطريقة الثانية انك مثلا تحذفه او اول شيء تفك الضغط عنه. طيب، نضغط اللي هي نختار ألوان الشاشة علشان نقدر نعدل عليها، نفك القفل عنها أول شيء.
وتستطيع انك مثلا انت تختار تدرج مناسب، يعني مثلا تروح كذا. طيب انا مثلا في تدرج اخترته او اعددته، انا تختار، بعد ذلك تضغط على الدلو، بعد ذلك تختار التدرج هذا. طيب هذه الطريقة الأولى، وشرحت لكم الطريقة الثانية. طيب أنت بنفس الأمر تستطيع أنك أول شيء ندمجها مع بعض، نحذف هذه. طيب تستطيع أنك مثلا تضيف حشو لها، لكن أهم شيء يكون الحشو يعني قابل للتمدد عشان ما يأثر في جودة الصورة. يعني مثلا نختار الحشو هذا. طيب نغير. طيب بعد ذلك نروح نحفظها، لازم يكون نفس الصيغة الأولى. حلو. ايش اسمه؟ طيب بعد ذلك نختار حفظ. موافق موافق. الآن احنا الحين عدلنا في هذه، صح؟ طيب نختار أول شيء نغير اللون. حلو، اللون هذا لازم نغيره، نحطه نفس اللون الأول اللي هو لون حدود، أو لك الحرية، طبعا هي على تناسق الألوان. طيب بعد ذلك نحدث الصفحة ونشوف، مثل ما تلاحظ معي هذا هو تغير معنا اللي هو الأقسام الرئيسية اللي هي أسماء الأقسام، مثلا إحصائيات المنتدى، وتغير معنا. طيب ننزل تحت اللي هو إلى نفس رأس الجدول. رأس الجدول هذا راح أوريكم، كان اللي هو نفسه هذا اللي تحت، تحت اللي غيرنا، اللي تحت الأقسام الرئيسية. طيب الحين أول شيء نغير اللون. طيب بعد ذلك نروح إلى مجلد التدرجات، بقي عندنا هذه، نختارها مثلا، ونفس الطريقة. بعد ذلك نفك القفل. طيب هي مثل ما تقول يعني على حريتك انت، يعني هي على تناسق الالوان في ستايلك. طيب بعد ذلك نختار موافق. بعد ذلك ندمج الطبق علشان نضيف لها باترن او حشو. طبعا انا اخترت الحشو عشوائي، ما هو مهم الجمال، لكن المهم انها توصل الفكرة. طيب لازم نفس الصيغة. طيب نضغط موافق. بعد ذلك نضغط حفظ. نلاحظ هذا هو لون ازرق، لكن لما نحدث الصفحة تلقائي راح يتغير، ما هو حلو، لكن اهم شيء انها وصلت الفكرة. طيب الآن انتهينا اللي هم من الأقسام الرئيسية ورأس الجدول، باقي الحين نهاية الجدول. طبعا نهاية الجدول هي هذه اللي لونها أزرق، أنت لك الحرية مثلا تختار لون يكون متناسب معك، بس نبي نسوي إغلاق. طيب مثلا هذا لون الخلفية، تستطيع انك بالفوتوشوب يعني تختار لون مثلا يكون، بعد ذلك ننسخ الكود او الارقام حقت. بعد ذلك نروح الى نهاية الجدول، مثل ما قلت لكم نهاية الجدول هي هذه. بعد ذلك لما نضغط حفظ نشوف هذا هو لونها ازرق، لكن لما نحدث الصفحة تغير معنا اللون. بالنسبة للخط وكذا نقدر نغيرها في ما بعد. طيب الحين خلصنا من نهاية اللي هو رأس الجدول، وبقي علينا اللي هو مثلا لون التوزيع الأول. طيب لون التوزيع الأول أنا دايم أفضل إني أخليه مثلا يكون لون، يعني مثلا، او هذه نصيحة، لان هذا اللون الاول، لون التوزيع الاول راح يكون مثل خلفية الصفحة، خلفية صفحة الكتابة، فافضل شيء يكون لون يعني ما هو غامق بالحيل، يعني يكون لون فاتح. طيب لون التوزيع الاول اللي هو هذا، حلو، اللي هو هذا اللي فيه المواضيع وفيه المنتدى.
لكن هذا واخر الردود والمشاركات هذا لون التوزيع الاول. طيب احنا نختار، نحاول احنا نختار لون يعني يكون بعد ذلك ننسخ اللون. طيب هذا هو لون التوزيع الاول، بعد ذلك نغير اللون. طيب نضغط حفظ، هذا هو. لو نضغط تحديث له تلاحظ معي تغير اللون. حلو. طيب الآن باقي لون التوزيع الثاني. لون التوزيع الثاني اللي هو مثل ما قلت لكم هذا اللي فيه أيقونات المشاركات وآخر الرد والمشاركات. طيب أنت لك الحرية، لكن مثل ما تكلمت يعني يكون لون متناسق، وهذه مع الوقت بإذن الله راح تكتسبها. يعني أنا مثلا اخترت اللون هذا عشوائي. طيب نضغط تحديث نشوف. لا نغيره. اي نعم، مثلا اللون هذا مثل ما قلت لكم لون يعني يكون متناسق شوي. في نقطة مهمة أحب أضيفها اللي هي حدود الجدول هذه. ننسخ الكود كامل. طيب بعد ذلك نروح إلى خواص CSS الإضافية ونحذف اللون هذا ونلصق بداله نفس اللون هذا. لاحظ معي علشان نشوف هذا في حد. طيب نضغط حفظ نشوف هو السبب أو لا. اي نعم شوف هذه هي راحت. تقدر انك تختار هذا اللون او تختار لون ثاني يعني مثلا يكون بس عشان نحذف المربع. طيب نغير اللون. طبعا هي اهم شيء انك تعرف الطريقة، لكن اللون ما في مشكلة. طيب هذا اللي هو 1 بكسل، هذا عرض الحد، تقدر انك تضيف اكثر من كذا بس الافضل انه 1 بكسل. طيب نضغط تحديث. اي نعم هذا هو تغير اللون التحديث. طيب الحين حنا خلصنا من اغلب او نص الشغل. طيب باقي الحين اللي هي خلفية، في خلفية الكتابة، خلفية الكتابة. هذه خلفية الكتابة اللي هي مثلا في عنوان الموضوع مثلا. الحين بس مثلا خلفية الكتابة اللي مقصود فيها مثلا البحث في هذا المنتدى مثلا، هذه مثلا هي اللي مثلا الآن لونها أبيض، تستطيع أنك تغير اللون، أو مثلا لما تضيف موضوع جديد. حلو. هذه خلفية الكتابة اللي هي هذه خلفية الكتابة مثلا. لما تخلي العنوان الآن مثل ما تلاحظ معي لونها أبيض، أو في لوحة التحكم مثلا لما نروح إلى لوحة التحكم ونختار مثلا أو شيء تعديل البيانات مثلا. حلو. هذه الآن المساحة هذه البيضاء هذه هي خلفية الكتابة. تقدر أنك تخليها أبيض أو تختارها نفس خلفية المنتدى مثلا، وهذا أمر راجع لك. طيب مثل ما تلاحظ معي هنا لونها أبيض. طيب نختار مثلا لون، بعد ذلك نختار حفظ. الآن هي لونها أبيض، نحدث الصفحة. هذه مثل ما تلاحظ معي تغير اللون حق خلفية الكتابة. طبعا الأقسام الرئيسية واللي قبل شوي عدلناها اللي هي تدرجات، ترى حتى هي داخلة في لوحة التحكم. مثل ما تلاحظ معي في تغيرات هنا، وهذا نفس اللي احنا غيرناها قبل شوي اللي هي الأقسام الرئيسية ولونة الأقسام الرئيسية ورأس الجدول اللي هي التدرجات هذه. طيب احنا وصلنا إلى خلفية الكتابة. حلو. الآن باقي عندنا اللي هي الأزرار. طيب الأزرار هي مثل صندوق الكتابة، يعني مثلا تعديل كلمة المرور، أو مثلا حفظ الخيارات، أو مثلا لما تضيف موضوع جديد، مثلا لما تدخل على منتدى. حلو. أو موضوع.
اللي هي مثلا إضافة رد وكذا، هذه أنت تقدر تغيرها وتقدر تخليها، حنا راح نخليها. طيب الآن في لون الوقت، هذه القوائم نتركها والخط الصغير. طيب لون الوقت، الوقت هذا أول شيء فيه اللون هذا، حلو، هذا لون الوقت، والثاني اللي هي هذا لون الوقت. طيب أنت لك الحرية تختار اللون المناسب أو اللي أنت تراه مناسب. والله ما أدري شو اختار لون، لكن أي لون الوقت هذا. طيب نختار مثلا، طيب نضغط حفظ، بعد ذلك ننتظر شوي لين يحمل. بعد ذلك نضغط تحديث، مثل ما تلاحظ معي هنا تغير لون الخط الوقت، بس نبي نشوف لون أغمق، نبي نخليها أسود عشان يبان يعني. طيب نروح إلى الوقت، نغير اللون، بعد ذلك نضغط تحديث عشان نشوف. مثل ما تلاحظ معي هنا تغير لون الوقت اللي هو صار لون أسود. طيب في بعد هذا نص الشريط، العنوان نتركه شوي، لكن بالنسبة للخط بعد نتركه. فيه اللي هي محيط اللوحة، اي نعم. طيب محيط اللوحة هذه، اللهم صل على محمد، شوي نفتح موضوع جيد. الآن محيط اللوحة هو الآن الحد هذا الأزرق. طيب احنا أضفنا له التدرج هذا، اللي هو عدلنا اسم المجلد، لكن يمكن بعضكم يسأل وين المجلد هذا أو وين التدرج هذا نقدر نغيره. التدرج هو بنفس اللي هو حق التدرجات اللي هو هذا، هو الآن اللي صندوق تقدر انك تعدله، أو انك لو تغير اللون بس، يعني مثلا تضع لون مناسب، مثلا لون، نرجع إلى الأقسام الرئيسية، مثلا هذا نضع لونه رأس الجدول أو الأقسام الرئيسية. طيب اللون ترى لك الحرية فيه، لكن هذا كمثال يعني. طيب وهنا بعد لوحة الأشكال نفس الأمر. طيب الحين نبي نغير هذا لونها التدرج، نفتحها كذا شوي، نغلق هذا. طيب هذا الآن نسوي فيه نفس الطريقة، نغير في اللون، يعني يكون لون متقارب يعني، نوعا ما يعني قريب شوي، ما هو لازم يعني. ناخذ من اللون الخلفية عشان يكون لون متناسق يعني. ونحاول نغير. طيب يعني هذا لون يمكن يكون متناسق شوي. طيب بعد ذلك نضغط حفظ، لكن لما مثلا نضغط تحديث، هذا هو لاحظ معي أزرق، الحين لما نغيره راح يتغير معنا اللون، حلو، هذا هو. طيب هذا بالنسبة إلى محيط اللوحة. بالنسبة إلى لوحة الأشكال هذه، اللي هي التدرج حقها اللي هو هذا، نفس الطريقة نغير أول شيء، أو غيرنا اللون قبل شوي. طيب نغير التدرج لونه،
بالنسبة إلى لوحة الأشكال اللي هي هذه تدرجها، طيب مثل ما تلاحظ معي اللون هنا اللي هو حنا اخترناه، لكن المفروض ان حنا نغيره لأنه هذا ما هو متناسق، لكن نضغط مثلا كذا نختار نفس اللون، نفس لون التدرج اللي حنا عملنا ونغيره هنا. حلو، طيب الحين نروح نضغط نحفظ التدرج الثاني. طيب بعد ذلك نضغط حفظ. طيب الحين نضغط تحديث مثل ما تلاحظ معي هنا، هذا هو تغير اللون او تغير كامله. طبعا هو في ما في تناسق بالحيل، لكن هذه ان شاء الله مع الايام راح تتقنها باذن الله. طيب الحين طيب باقي كم جزء؟ إن شاء الله ناخذها في الجزء الثاني بإذن أو الجزء الثالث بإذن الله، لأني تعبت شوي.